ثلاثة، أنا من حمص من حي الوعر. أنا اسمي جاي من ريف حلب. أنا عباس من عمة. أنا اسمي سيدرا من ريف حمص. أنا اسمي عبد المجيد من ريف إدلب. وإن شاء الله وتعالى الله بيفرج علينا، وكل عام وأنتم بخير جميع المخيمات وجميع اللاجئين وجميع المتغربين، وإن شاء الله الله بيفرج علينا وبيعمرونا بلادنا وبيرجعونا عبيتنا، وإن شاء الله الفرج قريب ننظر فرج رب العالمين. مع كل أسرة بتقعد على سفرتها كل يوم عند المساء، بتقعد أب وأم وأطفال يتذكروا إنه في أسر كتير بسوريا ما قدرنا تقعد مع أحبائها ومع أقاربها ومع أبنائها. سفرتهم مختلفة تماما. للأسف لا تزال إلى الآن بعض السفر في رمضان أحيانا عم بتكون مغموسة بالدم. هذا رمضان السابع اللي بيعدي على سوريا، سوريا عم تعيش الحرب والدمار والشرار. إن شاء الله رمضان الجاي نرجع كلياتنا لبلدنا وبتكون الحرب منتهية، تكون كلياتنا أوضاعنا فيها سلام واستقرار وأمان للجميع. نتمنى الدعاء، نتمنى دعم الكل، نتمنى تفاعل الكل ومناصرة الجميع لترجع لأسر سورية تعيش رمضان بأجواء الحلوة، ترجع تقعد على سفرة واحدة. الدنيا كلها بتعرف شو يعني رمضان بسوريا، شو بتعرف شو يعني الأجواء برمضان بسوريا. حقيقة بتمنى إنه كل من قلبه يحاول إنه يتفاعل ويعيش ويدعي للشعب السوري ليقدر يعيد ذكرياته ويعيد أمجاده من أول وجديد. هاي رسالة لكل العاملين الإنسانيين بالمنظمات الإنسانية اللي عم تستجيب لاحتياجاتكم من خلال الحدود. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. إن شاء الله السنة الجاية من أمن والأمان عليكم كلياتكم. كل رمضان وانتم بألف. كل سنة وكل السوريين بخير، اللي جوا سوريا واللي برا سوريا، وإن شاء الله السنة الجاية بينعاد علينا كلياتنا بالصحة والسلامة ورمضان كريم. تم إسلام عالمين وسوريا هالكن رمضان مبارك olsun. رمضان كريم. رمضان مبارك olsun. رمضان كريم. البركة طاعتكم، كل عام بخير، رمضان كريم، إن شاء الله بشوفكم بسوريا. ينعاد عليكم بالخير والبركة، وإن شاء الله السنة الجاية بأفضل حال. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم وعلى الشعب السوري بألف خير. بهني الشعب السوري بشهر رمضان مبارك وبقول لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وسوريا بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. رمضان كريم لكل أهلنا في سوريا، للعاملين الإنسانيين بالتحديد. كل عام وانتم بخير وان شاء الله رمضان الجاي مع بعض. رمضان كريم. I wish a peaceful Ramadan to all Syrians everywhere in the world. كل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وخاصة الشعب السوري داخل سوريا، من بعثات الأمم المتحدة في غزة عنتاب تركيا. ورمضان ينعاد عليكم بالسلام والأمن والرخاء. رمضان كريم. ينعاد عليكم بالخير والسلام.